الدكتور خالد الزعاق ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله المديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم رحب بضيفي الدكتور خالد الزعاق. حياك الله دكتور. الله يحييك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا احنا اليوم يوم 29 رمضان، يعني دائما يكون يوم غير عادي غير باقي الأيام. الناس كلها تنتظر بعد المغرب انه رؤية الهلال، ما رؤية الهلال بكرة عيد مش عيد. فهذا هو حديث يعني كل السعوديين في المملكة وكل المسلمين في باقي بلادهم. انا اريد ان ابدا من البدايات عشان افهم انا كيف يرى الهلال. يعني خليني بس اشرح لي وخل اعتبرني انا يعني واحد جاهل تماما وابدا به من البدايه. يعني الهلال كيف يرى؟ وين مكانه؟ وين يطلع؟ وشكله؟ متى يرى ومتى ما يرى؟ خلينا ناخذها واحده واحده. جرم القمر مضاء 50% و50% سواد، ورؤيتنا للقمر هي زاوية موقعنا بالنسبة للقمر، والقمر جسم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، ولهذا يستمد ضوء الشمس الساقط على وجهه. وقلنا آنفا أن القمر مضاء 50%، لكن ليش حنا ما ننظر هال 50% هذه؟ لأن موقعنا نحن هو الذي يتحكم برؤية القمر، سواء كان بدرا أو كان هلالا أو تربيعا. بمعنى متى نشاهد البدر؟ نشاهد البدر إذا كانت الشمس مواجهة للقمر في منتصف الشهر القمري، ولهذا منتصف الشهر القمري إذا غابت الشمس أشرق القمر، ويكون القمر جسمه مضاء، ويكون القمر وجهه مضاء بالكامل. أما قضية الهلال وقضية أنه يعني متى نشاهد الهلال، نشاهد الهلال إذا عكس جزئية من ضوء الشمس بالنسبة لنا. يعني بمعنى غابت الشمس، بعد ما تغيب الشمس يكون القمر موجود، لكن لا يرى هذا القمر إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هي شرط أساسي، وهي أن تكون خلفية القمر بيضاء، لأنه عندنا حين ورقة بيضاء. إذا وضعت ورقة بيضاء على ورقة بيضاء لا تستطيع أن تميز بينهما، إلا إذا وضعت خلفية مثل حين الاستديو. خلفيتنا تقريبا ألوان يعني المتناسقة مع وضعية الاستديو، مع وضعية الإضاءة. فالقمر متى يشاهد؟ يشاهد إذا غابت الشمس، ومن ثم أتى أول الليل وأصبحت خلفية القمر سوداء. في الحالة هذه نشاهد القمر. يعني حنا نشاهد القمر، يعني وقت مشاهدة القمر هي بعيد غروب الشمس، بعيد مغيب الشمس. بالضبط. أيه. يعني حنا ما نقدر نشوف القمر إلا بعده، يعني بوقت لو تأخر ساعتين ثلاث ما نقدر نشوف القمر. القمر موجود بالنهار والنجوم. أنا أتكلم أنه يعتبر أنه شفنا الهلال لما نكون شفناه بعد غروب الشمس مباشرة. برافو عليك. طيب هذه واحد. الآن وين مكانه بالضبط؟ هل هو يكون يعني جهة أفقه، الأفق الغربي اللي هو جهة الشمس، ولا أفق ثاني شرق ولا شمال ولا وين؟ لا، القمر دائما يكون بالجهة الغربية للترائي. يكون بالجهة الغربية للترائي، يعني قريب من الشمس. قريب من الشمس. جنوب ولا شمال؟ أحيانا يكون شماليا، وأحيانا يكون فوق الشمس، وأحيانا يكون جنوبيا، لكن ما يكون فوق الشمس إلا إذا وقع في ذات شهر كسوف للشمس أو كسوف للقمر. لا، لكن احنا بدون مبهم يقولون أنه إذا صار جنوب هو نهاية الشهر وشمال هو بداية الشهر؟ لا، ما له علاقة. ممكن يكون جنوب وممكن يكون شمال. نعم، القمر له ميلان، وميلانه يكون أحيانا جنوبي، وميلانه يكون شمالي، لكن هذا الميلان يؤثر في قضية الرؤية. بمعنى أنه حين ولد القمر في ليلة البارحة، القمر هلال شوال. متى ولد؟ ولد في تمام الساعة 1:42 بالليل البارح. الآن عمره كبير الهلال في هذه اللحظة، عمره كبير لأن عمره تجاوز 15 ساعة، لكن مكثه ضئيل. لماذا؟ لأن القمر
قريب من الشمس في هذا الشهر، ولهذا يكون يعني مسيره مع الشمس يكون متزامن مسيره مع الشمس. رغم أنه ولد مبكرا إلا أن مكثه يكون قليلا في هذا اليوم. خلنا نأخذ على واحد واحد. أول شيء، أيهم إذا صار عمره طويل يعني أكثر من 15 ساعة 16-17 ساعة هو يصير أوضح، ولا إذا صار عمره قليل؟ كلما كبر عمر الهلال كلما كانت رؤية القمر مواتية، لكن لا بد أن نحشي هذه القاعدة بالمعايير الثانية. ما يخالف، خلينا نأخذ على واحدة واحدة. إحنا نتكلم إنه كل ما كان عمره أكبر كل ما كانت إمكانية رؤيته أكثر. إمكانية طيب، هذه واحدة. اثنين، قضية قربه وبعده من الشمس. نعم. أنت تقول قبل شوي إذا كان قريب من الشمس نشوفه أحسن، ولا إذا كان بعيد؟ لا، كلما كان بعيدا من الشمس كلما كانت رؤيته أوضح. أيضا كلما كان جنوبا كلما كانت رؤيته أوضح. طيب كم بيصير عمره بعد المغرب اليوم؟ أكثر من 15 ساعة، ومع ذلك الفرصة مواتية. الفرصة من ناحية رؤيته الفرصة مواتية بأننا نشاهد الهلال عبر التلسكوبات المسلحة بسلاح كاميرات السي سي دي كاميرا. نبيجي هذه بس خلنا ناخذ التفاصيل. طيب القرن حقه يعني تعرف الهلال له قرنين. نعم. يصير على فوق ولا على الجنب ولا على تحت؟ على حسب موقعه. إذا كان شمال الشمس يسمى شامي، يكون قرناه بين الشمال والسماوي. وإذا كان فوق الشمس فيكون قرناه سماويان، وإذا كان جنوب الشمس يكون قرناه بين السماوي والجنوبي. فموقع القمر، فما هو شكل الهلال الذي يحدده موقع القمر. طيب واليوم وش بيصير؟ اليوم يكون جنوبي، قرناه بين الشمالي والجنوبي، على فوق يعني على كذا. هذا موقع الشمس وهذا موقع القمر كذا. يعني لو توضحها لنا مرة ثانية، هذه إذا صارت هذه الشمس، هذه الشمس، هل قلنا هذه الشمس وهذا القمر؟ لا، يكون شكلك ما هي بواضحة. شوف كاميرتنا هناك، شوف. لا، إذا كان الشمس الشمس هكذا، القمر يكون هكذا فوقه. من جهة فوق الجنوب، من اليسار. يعني هذا الغرب الحين. القمر سيكون يسار. اليوم يسار الشمس لا 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 للجهة العلوية. يعني جهة الجنوب. أي بين الشمال والجنوب. يعني لو أخذنا منقلة يكون تقريبا 45 درجة. طيب الارتفاع والنزول. الحين نسمع الشباب رفيع ما هو برفيع. لا دخل في قضية إنه ارتفاعه ونزوله. أنت قبل شوي تقول إنه مرتفع عن الشمس. ارتفاعه ونزوله يؤثر على الرؤية ولا ما يؤثر؟ بكل تأكيد. كيف؟ كلما كان بعيدا عن الشمس كلما كانت رؤيته أوضح. ولهذا العلماء أنه لا يقل أن من شروط الرؤية أن يخرج القمر من حيز الأتربة والغبار، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان بعده عن الأفق الأقرب لا يقل عن 5 درجات. طيب الوهج، احنا نتحدث عن الوهج يعني قوة النور. احيانا تقول لك موجود بس النور، وما النور يتشاف ما يشاف. حدثني عن الوهج. الوهج هذا كما أسلفنا أن القمر معتم الإضاءة ويستمد إضاءته من الشمس. ووهج الشمس يؤثر في رؤية القمر. وكلما بعدت زاوية البعد الزاوي بين الشمس والقمر كلما كانت أكثر من 7 درجات فإن الرؤية تكون أوضح، وكلما قلت عن 6-7 درجات كلما كانت الرؤية متدنية. كم يقعد بعد الغروب يعني عادة؟ يختلف. أكثر شيء ممكن يقعده القمر يجلس يعني القمر أطول شيء. القمر يمكث أحيانا ساعتين بعد مغيب الشمس، وأحيانا لا يمكث إلا ثانية واحدة. ولهذا القمر يبتعد كل يوم عن الشمس بمدة تتراوح بين 49 دقيقة إلى 120 دقيقة، وهذا يتحكم فيه دوران القمر حول الكرة الأرضية. فالقمر يدور حول الكرة الأرضية في مدار منبعج ليس مدارا دائريا، والانبعاج هذا يؤثر في قضية مكث القمر بعد الشمس. ما يكون مضطرد يعني. ما يكون. لو كان مدار القمر ثابتا لكانت مدة الشهر ثابتة، وهذا السر الذي يجعل الشهر القمري مرة 29 يوما ومرة 30 يوما. ولو كان المدار القمر دائريا لكان طول الشهر القمري ثابت. لكن قضية احنا نسمع شيء اسمه الاقتران والولادة. وش الاقتران؟ وش الولادة؟
احنا عرفنا الان الغروب. من الاقتران هو ان يكون القمر والشمس على خط طول سماوي واحد. كيف؟ بمعنى اقربه لك اوضح، معنى الاقتران مثل قران الزواج. وش معنى قران الزواج؟ يعني انه جمع بين رجل وامراه غريبين فجمعهما بجانب بعض، صح ولا لا؟ فاصبحوا زوجين، قال له عقد القران. هذا هو ينطبق او هذا ينسحب على وضعيه الشمس ووضعيه القمر. فاذا قلنا اقتران معنى ان القمر بجانب الشمس. أيه. طيب لو كان صار بجانب الشمس، بجانب الشمس الاقتران ينقسم الى قسمين. زين، اقتران مرئي واقتران خفي غير مرئي. الاقتران المرئي هو الكسوف، كسوف الشمس، والاقتران الخفي الذي يتأتانا في كل شهر قمري. لكن ليش ما تكسف ليش ما يكسف القمر وجه الشمس في كل شهر قمري إذا قلنا أنه بجنبه؟ نقول أن مدار القمر منحرف عن مدار الشمس، ولهذا دائما يأتي بجنب الشمس، لا يأتي على خط طول وعرض سماوي واحد. ولهذا ما هو الفارق بين الاقتران المرئي والاقتران الخفي؟ الاقتران المرئي الذي هو الكسوف هو أن يقع القمر والشمس على خط طول سماوي واحد. أما الاقتران الغير مرئي هو أن يقع القمر على خط طول سماوي واحد وعرض مختلف. بمعنى مثل معنى هورقة هذه، زين، لو وضعتها بيني وبين وجهك لانكسف وجهك، الورقة كسفت وجهك، لكن لو وضعتها هنا وشاهد وجهك. جميل. طيب. وش دخل الاقتران في قضية رؤية الهلال وما رؤية الهلال؟ يعني احنا اذا جو يحدثون عن الرؤية قالوا لنا الاقتران وما الاقتران، وش دخل هذه في هذه؟ الاقتران هو البوابة التي ينفذ منها القمر من جهة الشمس الغربية التابعة للشهر المنصرم إلى جهة الشمس الشرقية التابعة للشهر الجديد. وضحنا يعني أنت يعني اعتبر أننا المشاهدين في جزء كبير منهم لأول مرة يسمع الكلام، يعني خلينا ناخذ جميل بواحدة واحدة وبوضح. جميل. الاقتران معناه هذا 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 القمر وهذا الشمس. مضبوط. جميل. أيه. إذا صار الشمس ها هنا بدأ الشهر الجديد، وكل يوم يرتفع 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 حتى آخر الشهر يكون جاء، يعني دار دوره كاملة. أيه. دار دوره كاملة، يقترب يقترب يقترب، هذا في نهاية الشهر القمري. ولهذا نشاهد الهلال في أيام 25 و 27 و 28. الهلال ينقسم إلى قسمين، هلال آخر الشهر وهلال أول الشهر. هلال أول الشهر هو أن يكون فوق الشمس، وهلال آخر الشهر هو أن يكون تحت الشمس، ولذلك نشاهده قبل الشروق، يعني آخر الشهر. فإذا اقترب 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 من الشمس في آخر الشهر القمري وأصبح على محاذاة واحدة في بطن الشمس، نقول أن الشمس حملت في القمر، ولهذا الشمس ستولد القمر. معنى الولادة هي خروج القمر من حمرة شعاع الشمس. القمر موجود، يعني لما يقولون ولادة القمر، ولادة القمر، وش ولادة القمر؟ هو الولادة مأخوذة الحقيقة من يعني تعبير لغوي، وأنا لا أحب هذا التعبير، هذا سبب إشكال عند العامة الحقيقة، وهذه من الأشياء السلبية التي نشرها الفلكيين. يعني معلومة الحقيقة المفترض أن ما لا نتداول ولادة القمر، نستخدم الاستخدام العربي، الاستخدام العربي يقول الاقتران، ما قال ولادة، لأن الولادة معناه ولد الشيء وجد ويشاهد، مثل ولادة الجنين، إذا كان الجنين في بطن أمه لا يشاهد، إذا ولد الجنين شاهدناه. والولادة لا تعني الرؤية أبدا، والاقتران لا يعني الرؤية أبدا. فالاقتران هو مرحلة من مراحل منازل القمر، فمنازل القمر القمر ينقسم إلى عدة منازل، والله سبحانه وتعالى يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم اللي هو الهلال، وش هو العرجون؟ اللي هو العذق حق النخلة، يعني يكون مقوس، هذا هو الهلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عندنا عدة منازل. طيب نعم. خليني أخذ في يعني أدخل للموضوع أكثر. الآن لما يغيب القمر قبل الشمس، هل يمكن في هالحالة أنه لا يمكن أن احنا نشوفه؟ ما يمكن يطلع. طيب جميل، متى احنا نشاهد الهلال؟ ما أدري. يعني نتراء الهلال يعني مثل اليوم، متى نحتري؟ بعد المغرب. المغرب تسوي. صح ولا لا؟ ليش المغرب؟ لأنه غابت الشمس. غابت الشمس، إذا مغيب الشمس هو الحد الفاصل بالرؤية. إذا غابت الشمس والقمر غايب من قبله، وش تدور؟ القمر مو موجود.
ولذلك تستحيل الرؤية. مستحيل، يعني من أركان الرؤية ركنين أساسيين، هذين الركنين واحد. لا، الأول أن يو أن 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 يولد القمر قبل مغيب الشمس، أي موجود. أيوه، أن يولد القمر قبل مغيب الشمس، مثل البارح موجود ولد القمر قبل مغيب الشمس، أو بمعنى أصح أن يقترن القمر بالشمس قبل مغيبها، وأن يكون للقمر مكث بعد المغيب، أنه ما يغرب قبل الشمس. برافو عليك. طيب أحيانا تقول ليش أنت ولد القمر، المفترض أنه يكون القمر إذا وجد القمر، إذا ولد القمر أو اقترن القمر، المفترض أن القمر يكون موجود بعد المغيب. يعني الآن، طيب إذا شافوا واحد قالك واحد أنا شفت القمر، شو نقول؟ هذا هو اللي خلانا اللي نعقد الحلقة. طيب حجيك أنا على المشاكل هذه. طيب الحالة الثانية أنه الشمس تغيب والقمر موجود لكنه ما يمكن الرؤية. احنا نسمع انه الفلكيين احيانا يقولون لك غابت الشمس والقمر له مكث زي ما تفضلت قبل شوي، ولكن لا يمكن ان يشاهد القمر. طيب خلاص موجود، ليش ما نقدر نشوفه؟ احيانا يحصل للقمر اجهاض. اجهاض شلون؟ اجهاض يعني يولد الجنين يموت مثل القمر، خلاص اجهض القمر ولا نشاهده. ليش؟ لأن الإجهاض لا يتأتى إلا في العروض الجغرافية المائلة. ما فهمت. يعني معنى على خط الاستواء لا يجهض القمر أبدا، لا يجهض القمر أبدا، بمعنى أنه ولد القمر لازم يكون أنه مكث بعد المغيب. لكن بالعروض الجغرافية، كلما العروض الجغرافية العليا الشمالية أو الجنوبية، ما تكون العروض الجغرافية على خط يعني مربعة، لا تكون مائلة. ولذلك عندنا شروق الشمس، هل شروق الشمس يطلع كذا؟ لا، شروق الشمس دائما مائل، دائما شروق الشمس يكون مائل ما عدا اللهب الاعتدالي. طيب شلون تقول انه يولد، انه مستحيل؟ ليش؟ كيف ما اقدر؟ خلاص ما زال موجود، ليش ما اقدر اشوفه؟ ايه احيانا يا عبد الله، احيانا يكون مولود لكنه يجهض قبل المغيب. هذا القمر ايه وغابت الشمس. أي هذا الشمس وهذا القمر. أي غابت الشمس. ولدنا الحين. أي صح. انزلي شوي بس علشان نشوف. انزلي ديك شوي علشان نشوف. إيه. هذا قلنا هذا الشمس وهذا القمر. يمشي الجميع. صح ولا لا؟ طيب. هذا الأفق. ناظر الأفق شلون؟ يبي غاب القمر قبل الشمس. صح. هذا أجهض القمر علما بأنه على خط طول سماوي واحد، لكنه هالقمر بسبب الميلان لحس الأفق الغربي قبل أن تلحسه الشمس. وعلشان كذا تقول أنت ما يمكن الرؤية. علشان كذا أقول لك أنه أحيانا أضفنا اللي هو الشرط الثاني، أن يكون للقمر مكث. يعني اليوم القمر له مكث، مولود القمر وله مكث. نجيك على موضوع اليوم، بس خليني أخذ الآن. إذا عندنا حالة أنه إذا غاب القمر قبل الشمس، هذا مستحيل. مستحيل. وأحيانا يكون القمر موجود بعد الشمس لكنه وجوده ما له فائدة، لأنه مستحيل الرؤية بالإجهاض اللي أنت تفضلت عنه. لأنه بالميلان هذا هو لا يولد. والحالة الثالثة أن تغيب الشمس ويكون للقمر مكث، يستطيعون الناس يشوفونه، فإن شافوه هذه الحالة الثالثة. برافو عليك. أنت الآن تقريبا فصلناه. نقدر نقول حالات يستحيل فيها رؤية القمر. إذن خرمن حدها الركنين. واحد اللي هو ولادة ولادة القمر، أن يولد قبل مغيب الشمس، أو وأن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس. إذا تحققت هذين الركنين، ننتقل من حالة الاستحالة إلى حالة الإمكان. الإمكان يعني غابة الشمس وموجود القمر ومولودنا القمر، ننتقل من حالة الاستحالة إلى حالة الإمكان، إنه ممكن تشوفونه. ممكن، لكن الإمكان مفصل. أي. إمكان بالعين المجردة. أي. وإمكان بالعين المسلحة. ما هي الإمكانية بالعين المجردة؟ العين المجردة لا يمكن أن يرى الهلال إلا إذا تحققت فيه معايير عدة. أن المعيار الأول اللي هي أركان الشهادة، أن يولد القمر قبل مغيب الشمس، وأن يكون للقمر مكث مغيب الشمس، وأن يخرج القمر من حيز شعاع الشمس، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان بعد القمر الزاوي عن الشمس لا يقل عن 7 درجات، وأن يخرج القمر من حيز الغبار والأتربة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان بعد القمر عن الأفق الأقرب لا يقل عن 5 درجات. إذا خرمت هذه
الشروط، فإننا ننتقل من حالة الإمكانية بالعين المجردة إلى الإمكانية بالعين المسلحة. العين المسلحة تنقسم إلى قسمين، عين مسلحة مجردة اللي هو التلسكوبات زين، وعين مسلحة بتقنية السي سي دي كاميرا. السي سي دي كاميرا تخرج القمر ولو كان له طيب مكان ضئيل. خلينا على شوي يعني أنت الآن تقول إنه إذا يعني إحنا الآن قضينا من الحالتين الأولين اللي هي ما يمكنك تشوفه اللي هو الاستحالة، مكان الاستحالة ندخل الآن المرحلة لا إنه القمر موجود بإمكانية والإمكانية لها حالات. نعم، في حالة ما نقدر نشوفه إلا بكاميرات معينة. نعم، هذه اللي اخترعها الألماني، هذا اللي اخترعها الألماني مارتن في عام 2007 اللي هي سي سي اسمها السي سي دي كاميرا. ولذلك لم تعقد فيها أي الكاميرا، السي سي دي كاميرا لم تعقد فيها أي مؤتمر إسلامي، ولهذا أدعو الملك عبد الله الله يطول بعمره بسرعة عقد مؤتمر باستخدام تقنية السي سي دي كاميرا في عملية استهلال الأهلة. وسيكون طيب هي ايش ميزة الكاميرا السي سي دي كاميرا؟ يعني هم انا اسمعها كثير وشفت يعني حتى الدكتور عبد الله المسند وغيره قاعد يتحدثوا فيها كثير، بس ايش التقنية اللي فيها؟ يعني وش تسوي هي؟ ليش هي ميزة ان تشوف القمر والباقي ما يشوف القمر؟ السي سي دي كاميرا عبارة عن تحايل. تحايل شلون؟ تحايلنا على الشمس. أي. اولا انه الاشياء الاجرام السماويه موجوده في حال النهار، لكن الذي يحيل بيننا وبين رؤيه هذه الاجرام السماويه هي ضوء الشمس. قام مارتن سوى عمليه كسف للشمس، وضع يعني دائرة سوداء دائرة، ومن ثم عملية كسف الشمس بالنسبة للتلسكوب. يعني خلا ما يشوف الشمس. خلا ما يشوف الشمس. أبعد الإضاءة. الحالة الثانية بدأ يستخدم التصوير السريع. التصوير السريع يجمع صور. بالثانية اللي هو بالثانية الواحدة تصور، يعني الكاميرا تصور وتجمع آلاف الصور. يعمل العملية الثالثة عملية تكديس. تكديس بمعنى وضع هذه الصور متخالفة أو وضع هذه الصور خلف بعض، ومن ثم يعمل عملية تكديس، يعني يكدس هذه الصور، وكل صورة أو فلاش أو نيجاتيف من هذه الصور يحمل نقطة واحدة من الهلال، ومن ثم إذا جمع النقط فإن الهلال يخرج في صورة واحدة ويكون على شكل قرن. هذا أول ما بدأ به بارتن، لكن بعد التطور تطور التقنيات بدأت تصور بدأت تصور القمر بدون عملية تكديس. على طول تصور على طول. نعم. طيب لايف، خلنا ندخل في بشكل عملي. رمضان هذا دخوله ما في مشكله كان ولا ما في مشكله؟ لا ما في مشكله، دخوله عادي. اي دخوله ممتاز. اي ما يعني ما اكتمل بشكل طبيعي ابدا. ما علينا غرة للسنة هذه؟ لا أبدا، الغرة لا تكون إلا إذا صمنا 28 يوما كما حصل في عام 1404. وش اللي صار بال 1404؟ اشرح لي ايش اللي صار بالضبط، اللي حصل كيف صار؟ اللي حصل انه دخول شهر رمضان كان مواتيا دخول شهر رمضان، ووقع كسوف للشمس في الأماكن الواقعة غربنا، يعني غابت الشمس، غاب القمر وغاب الشمس، لكن كان القمر على محاذاة واحدة، ومن ثم كسف الشمس في المغرب العربي. انكسفت الشمس على المغرب العربي. الهلال كان مولود مبكرا، ولهذا في اليوم التالي رؤية القمر واضحا في أول أيام شهر رمضان. معناته هو اثنين ما هو واحد. ايه، فقال العامه انه عندنا لأنه متأخرين في دخول الشهر. أصبح حديث المجالس أنه علينا غرة كما حصل في هذه السنة. وتبدر القمر باكرا، والناس عندهم انطباع أن القمر لا يتبدر إلا في يوم 15، وهذه خاطئة. فتبدر يعني صار بدر يوم 14 أو 13، صاير هو بدر، صاير يوم 12 بدر. لكن الناس يقولون أنه لا يتبدر إلا منتصف الشهر القمري، يعني إذا كان الشهر القمري 29 يوما يتبدر يوم 14، وإذا كان 30 يوما يتبدر يوم 15، وهذه مغلوطة. فالتبدر يتحكم فيه موقع القمر من الشمس، فأحيانا يتبدر مبكرا وأحيانا يتبدر مؤخرا. طيب قضينا من ذي. جاء نهاية الشهر. نهاية الشهر الناس عندهم لبس أن القمر أننا تأخرنا في إعلان الشهر.
يوم 28 طلعوا الناس يشوفون القمر. اي طلع شاهد من منطقه قريبه من حايل. ما ودنا يعني لا ما في ما ودنا احنا بالسعوديه يعني كل ديارنا يعني لها قيمتها. اي بقعه طيب. اي فالشاهد هذا شهد برؤيه القمر وشاهد اخر الا اني لم اعثر على الشاهد الاخر. لها الشاهد هذا في عام 1404 رحت لمه وجلس معه. نفس الشاهد ابو الشاهد ورسم لي القمر رسم لي الذي شاهده اللي شاهد 1404 اللي شاف العيد قبل الناس الوحيد. اي نعم ذهبت اليه وطلع لي رؤيته للقمر. بعد ما تقدم بيسن وظهرت الحسابات وايقنت الحسابات رجعت القهقرة الى تاريخ 1404 وش لقيت؟ فوجدته أنه شاهد كوكب الزهرة، لأن كوكب الزهرة يكون لها أشكال كأشكال الهلال. يعني هو الآن ما شاف القمر. أيوة ولهذا أنه أنا ذكرت هذه الحادثة للأمير فيصل بن بندر الطول بعمره، وقال فيصل بن بندر دقيق، قال لازم تثبت لي. قلت أثبت لك. قال متى تثبت لي؟ قلت له منه اقتربت الزهرة من الشمس وكانت ساطعة سأدعوك. قال ما يخالف. متى؟ قلت بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر اتصل عليه هو، قال ها على موعدنا. قلت على موعدنا وجاء وشاف الزهرة على شكل هلال. فيصل بندر أمير القصيم. أي أمير القصيم. طيب يعني والسنة هذه ما علينا غرة، احنا طبيعيين دخلتنا طبيعية جدا، جدا شرعية ما يحتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت بتوقعاتك متى العيد بهذا المعطيات؟ بحول الله، يعني على المعطيات ان شاء الله انه العيد غدا بحول الله ان شاء الله. تتوقع العيد غدا؟ ان شاء الله بحول الله. يعني تعطيها نسبة؟ اعطيها نسبة 90%. 90% ان 90% ليش انت اعطيته في يوم غد؟ لانه طبعا انا يعني اميل للراي الذي يجمع بين هذه الاراء. انا بناقشك عن موضوع انه حتى يعني توقعك هذا لانه اكثر من 90%، لكن خليني اخذ فاصل وارجع لك مره ثانيه. فاصل قصير ثم عرفت. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور خالد. دكتور انت شوي توقعت انه اكثر من 90% انه بكره عيد. نعم طبعا 10% اذا لم يتقدم احد للشهاده. يعني انت جازم يعني انه هي يعني بحول الله يعني يعني قصروا الناس بالشوف ولهم يعني الاصل مشوف من طلع شافوا يعني ان شاء الله. لا يعني رؤيه علميه. لا تدخلنا يا عبد الله من ناحيه انه شاهده او ما شاهده بحيث ان ما نحرج معه. انت علميا وش تقول؟ انا اقول للعامة، خطابي للعامة الآن. العامة يسألوني يقولون متى العيد. أنا سألت أقول لك إن شاء الله أن العيد 90% باتر بحول الله. 90% أنه بكرة إن شاء الله، و10% هذه نقطة رجع، يعني اللي هي خط رجعة إذا لم يتقدم أحد للشهادة. يعني أنت كانت تقول للعيد بكرة بس خط رجعة 10% ذي بنعطيها عن قولة 10% إذا لم يتقدم أحد للشهادة فتقول 10%. ولا اليمن خلاص أعلنوا أن في يوم غد يوم عيد. طيب. جميع الدول التي صامت قبلنا أعلنت في يوم غد أنه العيد. محمد شوكة عودة نفى مدير المرصد الإسلامي، قال أنه عدم إمكانية رؤية هلال شوال بالعين المجردة بكرة. نعم وهذا اللي أنا ذكرته في ثنايا الموضوع أنه بالعين المجردة لا يرى هذا اليوم، لكني أنا أتابع التلسكوب أتابع مهندس محمد عودة بصحة المعلومة، وأتابع كبار المشايخ بصحة المنهج. أنا بجيك على موضوع المشايخ والشرعيين والخلاف، لكن أنا بسألك على هالفلكيين. يعني مرصد الحجاز الفلكي يقولك غير محرزة فلكيا. أنا ما أدري إيش معنى محرزة. هي منحرجة، الرؤية تكون حرجة جدا. إيه لأنه إيش يقول لك؟ إنه يقول يقعد 10 دقائق ومركز زاوية قدرها 9.14 ويرتفع عن الأفق 2.1 وتكون نسبة الإضاءة في ذلك التوقيت 0.65. نعم. إيش معناته الكلام ذا؟ معناته نسبة الإضاءة في جرم القمر أنها متدنية والمكتب. طيب هذول الناس يقولون ما يقولون مثلك 90%. هذول الناس يقولون لا ترى مستحيل. بل هذا من ناحية حتى محمد عودة قال أغلب العالم الإسلامي سيصوم يوم الاثنين.
اي يعني انت تختلف معه؟ لا ما اختلف، هو الان يقول يا طويل العمر ان اغلب العالم الاسلامي سيعيد يوم الاثنين. هذا كلامه في اخر تقريره. لكن مهندس محمد عوده او جميع الفلكيين اخوتي الفلكيين انا معهم بصحه المعلومه ومع الطرف الاخر بصحه المنهج. صحة المنهج أننا إذا وجد الهلال هذه خلها شوي أبجيك إياها. هذه قصة طويلة. نعم. أبجيك إياها مهمة، لكن أنا خلينا الحين مع الفلكيين بينكم بين بعض. نعم. يعني أستاذ الفلك في جامعة القاهرة اللي هو رئيس اللجنة العلمية في المشروع الإسلامي رصد الأهلة الدكتور هيمن متولي يقول رؤية الهلال يوم الأحد بعد غروب الشمس في المنطقة الغربية غير ممكنة سواء بالعين المجردة أو استخدام التلسكوب. يقول مستحيل. خالف كلامك. أنا قلت لك يا عبد الله أنا أحدث الناس كعامة، الناس ما يهمهم أنك تقعد تشرح لهم علميون بحت. إيه؟ أنا أقول يعني أنت تسأل أن تقول متى العيد؟ أنا أقول لك متى العيد؟ إيه؟ أقول لك يعني العيد إن شاء الله في يوم غد. 90% من جلساتنا أنا نسألكم أقول لك متى العيد بكرة؟ إيه نعم 90% أقول لك إن العيد إن شاء الله في يوم غد. ما هو الثلاثة في يوم غد. لكن هل أنهم رأوا الهلال صحيح بعد المغرب يمشوف؟ لا. إيه هل هم رأوا الهلال صحيح أو ما رأوه؟ أنا أقول أني تبع المنهج العلمي أنه لا يمكن رؤيته في هذا اليوم في العين المجردة، ولا يمكن رؤيته إلا في العين المسلحة عبر تقنية السي سي دي كاميرا. إيه؟ لكن الناس بيشهدون اليوم، أنا شهادتهم ما علمنا. أنا لو كنت قاضي وجو لمي قالوا نشهد ما أصدقهم، لكن القاضي إذا أتى إليه شاهد وقال أني رأيت هذا الهلال في هذا اليوم سيصدقهم. لذلك أنا أقول لك أن العيد في يوم غد على المؤشرات والعمر المديد وعلى التجربة التي يعني منحتني إياها لتوقعاتي في يوم العيد. طبعا هل أنت مقتنع أنه العيد في يوم غد مقتنع أو ما اقتنع؟ هذا شيء شخصي، لكن أقول لك مقتنع بالعلم ومقتنع بصحة المنهج. صحة المنهج أن صحة المنهج الذي يتكلم به. أنا عندي سؤال قبل أنا صحة المنهج قبل شوي بعد شوي أنا أعطي بس سؤال. خليني بس أقضي موضوع الفلكي بعدين أدخلك في خلاف الفلكي مع شرعيين. موضوع الآن التقويم. أي نعم. الآن التقويم يوضع من البدايات. نعم. يحطون أنه تقويم. إحنا مثل السنة هذه مثلا التقويم مختلف عن اليوم عن الواقع. أي. نعم. أي. اليوم يقول لك مثلا 30 وإحنا كيف اللي قلناه أن يولد القمر قبل مغيب الشمس وأن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس على أفق مكة. وهذا هي أساسيات مؤتمرات العالم الإسلامي. أساسيات مؤتمرات العالم الإسلامي يقولون أنه إذا وجد القمر كجرم فوق مكة فإننا ندخل الشهر. يعني هو يعني إذا كان ولادته يعني مولود بعد الشمس يدخلونه سواء شيف ولا ما شيف يعني ولد يعني إيه نعم. إيه؟ شيف إمكانية رؤيته ولا عدم إمكانية رؤيته. برافو عليك. إيه؟ تحققت الأركان. إيه؟ ندخل الشهر. عاد ننتقل إلى مرحلة ثانية. وشي؟ قضية أنه يرى أو ما يرى على مكة يقول العلماء لا ننظر لهذه المسألة لسبب. ليه؟ أنه إذا ما رؤي في مكة فإننا سنراه في الأماكن الواقعة غربنا. وإذا رؤية في الأماكن الواقعة غربنا فإن هذه الرؤية تنسحب علينا. ومن لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فالخطاب ها هنا لعموم المسلمين، لم يخصص أمة واحدة أو منطقة واحدة، قال صوموا لرؤيته، فالخطاب ها هنا لعموم الأمة الإسلامية. لكن عاد قبل إذا لم يولد ولم يغيب بعد مغيب الشمس على قبل مكة فإننا نكمل الشهر. طبعا العلماء اجتهدوا وكان اجتهادهم صائب حتى يعيدوا هيبة التقويم الذي اندثرت في هذا الزمن. هيبة التقويم الهجري اندثرت في هذا الزمن، حتى أنه بدأت الدول الإسلامية لا تستخدم هذا التقويم إلا على استحياء، إلا في أمور العبادات، ولا نستخدم لا يستخدم التقويم الهجري. واضح الطريقة أنه لو وجد هم يشوفون أنه فلكيا إذا كان القمر موجود بعد وجود الشمس على مكة فإنهم يعتبرون أنه الشهر دخل. نعم. طيب هذه واضحة. الآن الخلاف دائما يكون في كل سنة. أول شيء حنا يعني قديما ما في بلبلة مثل هالحين. نعم. أول مرة تسمحة ويصبون الناس وذا. أنت من يوم جيتوا يا الفلكيين وحسوا الدنيا صاروا الناس في بلبلة، وكل كل شهر صار في مشكلة وصار في أخذ وعطاء وتوقعات وهرج ومرج وفي
يعني أنتم دخولكم هل تشوف أنه أنتم شفتوا إضافة إيجابية ولا إضافة سلبية للموضوع؟ نوع الخطأ الذي يكثر وقوعه ويسبب هذا الاضطراب الصاخب هي قبول قول الشاهد في الليلة السابقة على سنة الله الجارية، يعني يقبلون الشهادة والقمر مو موجود، هذا الخلاف. لكن ما قبلت الشهادة إلا بعد توفر هذه الأركان إلا من لا يوم امسكت المحكمة العليا ملف الأهلة من عام 1430 لم ترد أو لم يصدر من المحكمة العليا مشكورة خطاب يخالف أو يكون في موطن الاستحالة. جميع الشهادات التي قبلت من لدن وأعلنت من لدن المحكمة العليا كانت في مكان الإمكان ولم تكن في مكان الاستحالة. هذا من عام 1430 قبل عام 1430. قبل 1430 بسألك أنا، فيه الباحث عدنان قاضي عنده كتاب اسمه الأهلة نظرة شمولية ودراسة فلكية، في نتيجة خطيرة قالها أنا بس أشاورك فيها وشوف أنت وش رأيك فيها. يقول الدراسة طبعا عملها على رمضان وشوال ذي الحجة من الأعوام من 1380 إلى العام اللي أنت تقوله 1430 1429، يعني تقريبا قعد 50 سنة الرجل في المملكة. الدراسة يعني كان من ضمن ما جاء في الدراسة أنه هلال شوال مثلا قد قبلت الشهادة برؤيته ل 32 سنة من السنوات المتضمنة في الفترة المذكورة، رغم أن الهلال كان خلال هذه السنوات 32 تحت، يعني رؤية خاطئة لا يمكن نشوف 32. معقولة الكلام اللي يقوله؟ تتفق معه؟ قبل عدنان قاضي أنا عندي دراسة لقبل هذه السنة من عام 1370 إلى هذه السنة، يعني 65 سنة. أنت 65 سنة؟ أنا دراستي 65 سنة. 65 سنة 38 سنة قبلت الشهادة في مكان الاستحالة. عد لي المعلومة. 38؟ 38 سنة أو 38 حالة لدخول رمضان، و38 حالة لدخول شوال، و37 حالة لدخول شهر ذي الحجة قبلت الشهادة والقمر غير موجود البتة على الأفق. طيب شو شايفين الناس دولة؟ هذه قسمت الشهادة أو ورود الشهادة إلى ثلاثة أقسام. قبل عام 1410 اللي هو قبل عام 1000 في مكان الاستحالة ما عندهم مشكلة. من عام 1410 إلى عام 1429 تقبل الشهادة بتحقق ركن واحد اللي هو ركن ولادة القمر قبل مغيب الشمس، وفي عام 1430 إلى هذه اللحظة قبلت الشهادة بتحقق ركنين اللي هما ولادة الهلال قبل مغيب الشمس وأن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس، وهذه من حسنات المحكمة العليا. والحقيقة المحكمة العليا خطت خطوات جبارة في سنوات معدودة على الأصابع، وهذا يدل على اهتمام خادم الحرمين الملك عبد الله الله يطول بعمره بهذا الملف. شوف يعني خليني أدخل على يعني أنت الآن هذا الرأي اللي أنت تحدثه هو الرأي يمكن اللي نتبنيه الشيخ عبد الله بن منيع. نعم. أنه قبول رأي الفلكيين في النفي وليس في الإثبات. نعم. بمعنى أنه إذا كانوا الفلكيين قالوا مستحيل تشوفونه إحنا نأخذ برأيهم. نعم. لكنه ما بالرؤية بدخول الشهر إذا قالوا لا مش مستحيل نأخذ برأي الشهود وتكون العمدة على الرؤية. هذا صحيح، هذا صحيح. رأي وأنت مع هذا الرأي؟ أنا مع هذا الرأي. أنت مع رأي الشيخ عبد الله المنيع؟ نعم بكل. طيب. وكلمني الشيخ عبد الله وجلست معه جلسة مطولة حول هذا الموضوع اللي هو المزاوجة بين الفلكيين مزاوجة بين الفلكيين والشرعيين. وكان رأيه في طاولة الاجتماع رأي، وأنا ساندت الحقيقة الشيخ عبد الله والشيخ سعد الخثلان، كنا في طاولة واحدة وكنت ممن عاضد هذا الرأي للمصلحة العامة. طيب الشيخ صالح حيدان عنده وجهة نظر مختلفة. نعم. موش في الشيخ صالح بعد على فكرة، يعني هو الشيخ صالح أحد الذين يعني يتبنون هالرأي، وكان له مقال شهير في عام 1428 وقال عن يعني عن المتحدثين عن الفلك ونتائج حساباتكم هذا إرجاف المرجفين وتخرص المتخرصين. وهذا طبعا في التراث أساسا مش جديد، يعني
يعني انت لو دخلت في كتب ترى تشوف كلام كثير على قضيه انه الفلكيين دول المفروض ما يقربوا من موضوع الرؤيه. وابن حجر كان يقول مذهب باطل، قد نهت الشريعه عن الخوض فيه، علم النجوم لانه حدس وتخمين وليس فيه قطع ولا ظن غالب. انتم معلوماتكم دقيقه، هذا كم تبعون تختلفين بيناتكم، يعني معناته انه الفلك ما هو علم يقيني، علم ظني. انتم قاعدين كل شوي يعطينا واحد راي، ليش احنا نعتمد عليكم كشرعي؟ تعتمدون علينا لانه علم الفلك علم دقيق وعلم قطعي. هذاكم تختلفون بيناتكم الاختلاف بيننا اختلاف تنوع وليس اختلاف وتضاد. انا قلت لك من قبل انا مع المشروع الاسلامي ومع جمهور الفلكيين بصحة المعلومة، لكني أنا أنحى للإصلاح. إيه بس أنت الآن يعني مثلا قبل شوي تقول أنه إذا أبد الليلة 90% بكرة عيد وبيشاف وبيشوفونه الناس وبيشهدون، مع أنه أنت تقول ما يمكن يشاف إلا بتقنية معينة لا يمكن يشوفون بالعين. شلون؟ قلت لك عبد الله وفصلت لك ليش اعيد الكلام. لا انا ابي يطلع الرجال يطلع الان. اي نعم طلعوا اهل ستير ولا غيرهم وطلعوا وجلسوا بعيونهم يبي يشوفون شيء. اطلعوا صرت قاضي تحولت قاضي انا. جاء امي واحد يشهد برؤيه الهلال. شو بيشوف يصير؟ خل اقول لك يكذب يعني. خل اقول لك يا طيب عبد الله، جاء امي واحد يشهد برؤيه الهلال. انا لو كنت قاضيا ما قبلت شهادته، لكن لو كنت بجانب القاضي وجاء اليه واحد يشهد برؤية الهلال أقول له أقبل شهادته. إيه لك عارف أنه أساساً ممكنية الرؤية. إيه أقبل شهادته. هل معناته أنت تقول أنه يجب أن نتطور في الرؤية، أن ننتقل من الرؤية بالعين إلى الرؤية بالتقنية بالتلسكوبات والCCD اللي أنت تتكلم عنها؟ نحن أمام كارثة ثقافية، وهي أن العالم الإسلامي متمزق. حل هذه المسألة أو علاجه ما يتم في يوم وليلة، لا يتم إلا عبر تمرحل دقيق. يعني نحن يعني هذه المسألة يعني لا تعالج بيوم وليلة كما أسلفت آنفا، لا تعالج إلا بتمرحل. من هذا التمرحل أننا نحقق الآن أركان الشهادة. أما قضية تحقيقنا لشروط الشهادة فهذه ليست منوطة بنا، هذه منوطة للأجيال القادمة. إذا أتت الأجيال القادمة هي التي ستقوم وتحقق. لا يعني شوف الآن عمان مثلا يدخل الشهر ويطلع وكذا، ما عنده يعني بسرعة، الأمور محسومة بدري ومنتهية يعني. محسومة حسابيا عندهم. طيب الحساب، أنت مع الحساب؟ أنا لو كان الأمر بيدي لا اعتمدنا الحساب برمته، لكن بما أنه فيه أقوال تناطح هذا الأقوال فأنا لابد أن آخذ. يعني أنت رأي منيع تكتيكي يعني مرحلي بالنسبة لك ما هو؟ نعم. أنت تقول المفروض الحساب علاجي كما استخدمنا الحسابات الفلكية في مواقيت الصلاة، والصلاة أهم من الصيام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كلمة رؤيته هذا يعني كلمة واضحة في الحديث تخليك أنه لا، الحكم متعلق بالرؤية ما هو متعلق بالحساب. هل هي بالرؤية العينية؟ هل هي بالرؤية العين؟ العلماء اختلفوا في ذلك، ليست الرؤية بالعين. هل هي الإدراك البصري أم الإدراك العلمي؟ العلماء قالوا لا، أنها إدراك بصري وإدراك علمي بدليل قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هل النبي شاف اللي حاج إبراهيم في ربه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، خلق السماوات ألم ترى كيف خلق؟ يعني الرؤية أنت ما تقول ما هي رؤية العين، هي رؤية الإدراك ممكن تكون رؤية. الرؤية خرجت مخرج الأغلبية واستخدمت الرؤية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الوسيلة المتوفرة في حال طيب. النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فأيضا العلماء قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، أي قدروه طيب. بحساب منازل الشمس واضح. والقمر اتضحت توحيد المطالع فلكيا، أنه يصيرون كل حقين أنتوا اللي فلكيين تقدرون أنه تقولون خلوها علينا وحنا نخلي عيدكم في العالم الإسلامي كله يا ليت وصيامكم واحد. هل ممكن فلكيا توحيد المطالع فلكيا؟ ممكن توحيد المطالع إلى أقرب ثانية، لأن توحيد المطالع هي دراسة فقهية خرجت في زمن من الأزمان لعدم قلة نقل المعلومة. خرجت دراسة اللي هو الاجتهاد الفقهي. يعني ممكن المطالع. يصير مكة فلكيا أنه تكون دخول رمضان والعيد والحج فلكيا احنا نعرفها من هالحين الى 10 سنوات قدام. هذا اللي هو يبي حصل،
هذا اللي هو بحصل من مرصد مكة، على ساعة مكة ركب مرصد، وهذا المرصد الذي يطمع العالم الإسلامي لتوحيد صيام المسلمين، وينطلق هذا وينطلق هذا التوحيد من 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 فوق الكعبة. طيب أنا عندي لك مجموعة من الصور ومجموعة من الشغلات الكثيرة، لكن خليني أطلع فاصل قصير ثم أعود لك إن أذنت لي. فاصل قصير ثم أعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور خالد الزعق. دكتور، في عندي مجموعة من الصور، خليني أستعرضها معك إن أذنت لي. خلونا نشوف الصورة الأولى مع بعض. طبعا هذه صورة الأستاذ عبد الله الخضيري، طبعا هذا هو من أشهر، لم يكن هو الرجل الأشهر اليوم في المملكة، وهو الاسم الأكثر تردادا في دخول رمضان وفي دخول العيد تحديدا. طبعا أنا أريد أن أسألك عن هذا الرجل، وأريد أن أسألك أيضا عن منطقة ستير. لماذا يعني ستير تحديدا؟ خليني أبدأ معك في ستير. وزير الخارجية البحرين لما قابلناه في 14 رمضان كان يقول في هذا اليوم تتحول ستير إلى أهم منطقة في العالم. ليش ستير؟ لأن شهادة تنبثق منها. شلون؟ تنبثق من ستير، كانت شهادة تقريبا تمرحلت لعدد من المناطق وتنقلت على حسب التوقيت. يعني هي ما كانت، لكن من عام 1410 بدأت هذه الشهادة ترد من منطقة ستير. يعني من 1410 إلى ربع قرن الحين ما بسكين قطوع على ستير. تنبثق هذه الشهادة من هذه المنطقة. ليش؟ طبعا من عام 1400 من في عام 1410 تدخل على الموضوع منطقة ثانية وتالية، لكن ثلاث مناطق، لكن عندنا حين اللي هي ستير برمتها، ويعني ويخرج ايضا شهود من شقرة. وبالمناسبة الاخ عبد الله صديق، وبينه وبينه مكالمة. نبي نجيك على موضوع عبد الله، لكن انا اتكلم على ستير. ستير يعني فيه منطقة جغرافية، فيها ميزة كمنطقة جغرافية. لا أبداً، فيها لا ابدا، يعني تبي الكلام الصحيح انها سيئة للتراصد. سيئة للتراصد؟ نعم. ليش؟ سيئة لسبب وجود أنها الأفق الغربي عندهم نفوذ ثويرات، ونفوذ ثويرات هذا متخلق نتيجة هبوب الرياح الشمالية الدائمة، وهبوب الرياح الشمالية الدائمة يسبب قطر على هذا الأفق. وخرجت أحد الجمعيات العلمية لهذه المنطقة وأثبتت أنها منطقة غير صالحة للترائي، وانتشر مقطع باليوتيوب تحدثت عن المناطق التي تنبثق منها أو تنبثق منها هذه المناطق، هذه مناطق للترائي، وأثبت في حينها أنها مناطق غير صالحة للترائي. طيب بينما عندنا يعني عندنا بالقصيم اللي هي المنطقة الشمالية الغربية من القصيم منطقة مواتية، وأيضا عندنا المنطقة مواتية لأنها مستوية وراء ساق، يعني الأجزاء الشمالية. هل دخلنا موضوع عنصرية؟ لأنه يعني أهل ستير تميزوا في هذه الميزة، أهل القصيم جايين يحاولون يأخذون هذه الميزة ويجيرون لصالحهم، تقول إنها غير صالحة جغرافية لأنك من أهل القصيم، وترى المنطقة اللي وراء ساق هذه زينة لأنه أنت من القصيم يعني هل هي المناطقية هي من حاضرة ولا البعد العلمي؟ بصراحة البعد العلمي أنت عبد الله اللي حطيته. انت تحاول اسالك انه لانه انت لما اقول لك تقولي ستير مش صالحه، وهم اللي قاعدين 25 سنه هم اللي يشوفون. انا رحت للمناطق هذه واخذت ارتفاعاتها من اجهزه الجارمن ووضعت ذلك في مقطع يوتيوب ان الشمس تغيب قبل غيابها الحقيقي ببضع دقائق بسبب الغترة المستديمة على هذه الآفاق. طيب أنت يعني ليش ما تقعد بهالمنطقة ذيك وتصير يعني تنافس الخضيري في ذا، ونصير في دير بالقصيم وسدير على الرؤية؟ هذه يقولونها هي تطلع هي للأزمة الشديدة اللي طلعت يعني كنكت يعتوخ هذا نوع من الطرافة. لا أنا أقول بالمناسبة أنا أؤيد الذين يتراءون الهلال
أؤيدهم في خروجهم، أؤيدهم في متابعتهم للهلال، وأحاول قدر المستطاع المزاوجة بين العلم وبين هذه بس صراحة الدنيا. يعني أول شيء أنت تقول المزاوجة، بس اكتشفنا بعدين أنه لا، الحل هو الحساب، بس انتهى مرحليا المزاوجة بكل تأكيد. أي نعم. طيب عبد الله خضير تحديدا، هل عنده قوة بصر أكثر من الآخرين؟ إيش الميزة اللي يتميز فيها أستاذ عبد الله الخضيري عن باقي لأنه هو أكثر شخص يرى؟ إيش الميزة؟ هي قضية أنه هو يعرف المكان بالضبط وين يرى، هي قضية قوة البصر ما شاء الله، إيش الشيء اللي أنا أقول؟ يعني هو يقول أن 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 أني أشاهد الهلال، وهو الذي يقول أن بصري حديد، وهو الذي يقول يعني أني أتابع. أنا ما جربته الحقيقة، لكن بيني وبينه اتصال، لكن عندي طلب بسيط. وشو؟ الذي يشهد برؤية الهلال أتحداه من هذا المكان أن يريني البدر وهو يشرق. أختار أنا المكان، أختار أنا المكان وهو يختار الوقت. ليش التحدي؟ التحدي لأن القمر وهو بدر لا نستطيع أن نشاهد حافته العليا وهي تشرق. حتى الشمس ببهائها وجمالها أغلب أيام السنة تغاب خلب القطر قبل أن نشاهدها، وهي موجودة لا نشاهدها بالقطر. البدر أنا جربتها ودعوت كثير من أصدقائي فقلت لهم تابعوا البدر، فالذي يريني البدر وهو يشرق يعني حافته العليا وهو بدر، نسبة الإضاءة فيه 100%، نسبة الإضاءة فيه 100%. لا بس في شوف، خلنا بصراحة في خلاف بين كلامك وكلامه. أنت قبل شوي أنت تتحدث على أنه الهلال أو القمر ما يمكن، إذا رؤي في النهار ما يمكن يشاهد في الليل. عبد الله خضيري يقول لك أنا أقدر أشوفه في النهار وأقدر أشوفه في الغروب. والله ما لا هو عبد الله يقول أني أشاهده قبيل شروق الشمس وأشاهده بعيد مغيب الشمس بالضبط في يوم واحد. هذا طبعا الكلام لا يستقيم علميا، والعلماء ردوا على ذلك، ردها ابن قتيبة الدينوري، ورتبها ابن دقيق العيد، وردها أحمد شاكر، وردها القفال الكبير، وأيضا ردها العلم والمنطق، وردها أيضا اللي هو منازل القمر. الله سبحانه وتعالى يقول والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقمر مقدر بمنازل، والعرب قسموا هذه المنازل منازل الإبدار ومنازل للإبدار ومنازل للتربيع الأول ومنازل للإهلال ومنازل للتربيع الأول ومنازل للإبدار ومنازل للتربيع الأخير ومنازل للهلال الأخير، ومن ثم يستسر القمر. إذا كان القمر، إذا كان الشهر 29 يوما فإنه يستتر يوما واحدا، وإذا كان 30 يوما فإنه يستتر يومين. وهذا تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا بد لمنزلة الاستسرار. منزلة الاستسرار يعني انه يختفي يوم، كيف انت تشاهده قبل ما قبل شو؟ طيب واذا صوره لك، واذا صوره لك يا ليت، اذا صوره لك اقتنع. تقتنع؟ اقتنع بكل تاكيد. بكل تاكيد اذا قدر يصوره لك، اذا قدر. وانا اقول اذا قدر الشهود ان يصوروا لنا الهلال رغم تقدم التكنولوجيا التصوير فاننا نرفع ايدينا استسلاما لهم. أما قضية أنهم يقولون ونحن معنا أجهزة وآلات تنكر هذا الكلام، فنحن لا صرنا نصدقهم ولو من سمى الخياط. طيب خليني أطلع معك إلى صورة أخرى إن سمحت لي، وبعدين أرجع أكمل الحوار. خلينا نشوف الصورة الثانية. تعرف هل إحنا درسناه في العلوم هذا؟ ها؟ طبعا هذا أحد الكواكب المجموعة الشمسية اللي هو زحل. طبعا في عام يعني قبل 3 سنوات 1432 في العيد كان هناك جدل بينكم يا الفلكيين وبين حقين الرؤية حول دخول العيد في السعودية، وكان هناك كلام أنه يعني غرة شوال أعتقد أن ما اللي هو فلكية جدة، قالت فلكية جدة في ذلك الوقت أنه غرة شوال أعتقد أن ما شوهد قد يكون كوكبا آخر وهو زحل، معتبرة أنه سبق خلال سنوات ماضية حدثت نفس المشكلة وشوهد كوكب عطارد. هل فعلا 1432 حنا شفنا كوكب زحل وصمنا على كوكب زحل؟ زحل لجماله سأسمي إن شاء الله بنتي القادمة زحل، سميت أورانوس وسميت فلك وسميت شهاب،
والبنت القادمة بحول الله سأسميها زحل. وأما قضية اللي هي الرؤية هذا توقع من الجمعية لكنها فخمت إعلاميا وأخذت يعني أكثر مما توقعوا. 1432 إيه؟ اللي صيامنا اللي احنا شفناه القمر هو كان ولا زحل اللي شافوه الناس؟ هو الـ 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 أنا ما أميل من عام 1430 لم يحصل لنا شهادة لم يحصل لنا شهادة في موطن المستحيل، إنما حصلت كل الشهادات في موطن. يعني أنت تقول من 1430 أمورنا كويسة في هالجانب، أنت الآن تدعو إلى نقلة ثانية اعتماد الحساب بدلاً من الرؤية، اعتماد التزاوج في هذه المرحلة. أنت في هذا المرحلة التزاوج وبعدين أنت بتقول ننتقل إلى مرحلة. طيب خليني أشوف أيضاً مقطع من المقاطع وأرجع أكلمك عليه، خلينا نشوف المقطع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أود الإفادة بأن الأستاذ الباحث الفلكي خالد بن صالح الدعاق باحث متمكن ومن أبرز تلاميذي، وأعده خليفتي بغزارة علمه وسعة اطلاعه، علاوة على دقة حساباته وتوقعاته الطقسية. ولقد درسه على يدي الفلك العلمي والعملي، وله أبحاث متعددة تدل على إرادة قوية وعزيمة فتية، ولذلك استحق كل تقدير وإطراء، إذ أنه يحمل همة السلف في البحث والتقصي وترويض المعلومة. هكذا عرفته منذ صغره عندما اجتاز الحدود الجغرافية والمكانية لطلب العلم إبان صغره، فحمدا لله على آلائه ونعمائه بأن جعل أمتنا معطاءة تلد لنا من يكمل لنا مسيرتنا العلمية. وفقه الله لخدمة العلم والعلماء ولا ينبال المقاصد، وبالله التوفيق. الباحث الفلكي دكتور صالح العجيري. من طبعا هذه شهادة من الدكتور صالح العجيري للدكتور خالد الزعاق. احنا سمعنا الشهادة والدكتور صالح العجيري من أهم الناس، لكنه في المقابل هناك من يقول أنه الدكتور خالد الزعاق هو دخيل وغير متخصص، ومفترض أنه يعني دخيل على الفلكيين ودخيل على الصنعة، وقوله لا يعتد به وكثيرا ما يخطئ وإلى آخره. أنت إيش رأيك؟ لو ما يحصل مني في هذا الوجود إلا شهادة الدكتور صالح لكفاني بها فخرا. تكفيك شهادة الدكتور؟ تكفي شهادته. طيب من هم الفلكيين الكبار الموجودين اليوم في السعودية والخليج العربي؟ الحمد لله، يعني ما الدكتور صالح العجيري يعتبر رائد الفلك بالخليج العربي، وسنه الآن تقريبا حول 100 سنة، ويعتبر هو الدكتور الأبرز. طبعا الدكاترة الفلكيين العظماء ماتوا. طيب خليني أخذ التغريدات على اللي أقدر أخذها من الوقت. خلونا نشوف التغريدة الأولى مع بعض إن أذنتم لي. رسالة: ما حقيقة الخطأ في تقويم أم القرى في توقيت أذان الفجر وأنه مقدم 17 دقيقة على الوقت الصحيح، وما هو أصح تقويم هجري؟ هل صحيح إن عندنا مشكلة في أذان الفجر توقيت الصلاة، أنه يعني احنا مقدمين عن يعني احنا نمسك عن ذا قبل 17 وقتها من الوقت الصحيح؟ هو الحقيقة أنه الوقت المثبت في التقويم متقدم، وهذا التقدم يختلف باختلاف الأمكنة وباختلاف الأزمنة. فلا يقل هذا التقدم عن 10 دقائق ولا يزيد عن 20 دقيقة. هذا بالنسبة للدراسة التي قمت بها أنا وتابعت الفجر من عام 1410 وأنا أتابع الفجر، فاستخلصت نتيجة واستحلبت منها هذه النتيجة أو استحلبت من هذه التجارب. معناته الحين ترى الصيام نمد لنا 10 دقائق على ذمتك في وقت في رمضان 13 دقيقة. في رمضان 13 دقيقة. طيب الصلاة الناس تصلي على طول بعضهم؟ والله يعني خارج الوقت تصلي. حنا علينا تقديم المعلومة والتصحيح على ولاة الأمر. فلنا منهم تقديم المعلومة، ولنا منهم أيضا أنه يصححون الوضع. طيب خالد الزعاق يعتقد بنسبة 90%
أن العيد غدا ونحن لا نعلم هل يفلح القمر في تخفيه أم تصيده أعين الصائدين. كل عام وأنتم بخير.